ناس مصيبة مصيبة نحجي تفضحنا قضيتنا نسكت تكتنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور يا ناس مصيبة مصيبتنا نحجي تفضحنا قضيتنا نسكت تكتنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور أنا دكتور وعيالي مرتي وولدي وأطفالي ما تبرضنا بكل ذا أبدا ما أخذنا دواء ولا راجعنا أطباء بس من مدة هالكم سنة تمرضنا وقعنا أبضنا فأمراض صارت مزمنة نسبنا الراحة والهنا دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا يا ناس مصيبة مصيبتنا نحجي تفضحنا قضيتنا نسكت تكتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور دكتور أمراض البينا ما تفيد وياها كنينة لا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم ذني يفيد مرض الجسم واحنا مو من هذا القسم أمراض الأدنى تنقسم أقسام وما إلها اسم دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا دكتور لا يا ناس مصيبة مصيبتنا نحكي تفضحنا قضيتنا نسكت تقتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور دكتور الجسم ما بيفد مرض خاف والعلة علت الروح مجروحة بسبع جروح لو تقدر تداوي الروح حقق يا دكتور الأمل فخنة يزي طال الأجل مو بالخطب مو بالزجل احنا نطلب منك عمل دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا دكتور لا اللي بينا منا وبينا دكتور تتجينا العلمة من رجلينا دكتور تسقينا العلقم بالشافينا يا ناس مصيبة مصيبتنا نحجي تفضحنا قضيتنا نسكت تقتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا تدلينا يا دكتور دكتور